صباح الخير بنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ دابا هادي العشرة، عاد فقت، نعسنا البارح عاود معطلين، راكم عارفين يعني مع كيبقى بنادم حتى للصباح. غنمشي واليوم الفيديو غادي يكون هو روتين، يعني غادي نحاول نصور لكم كل شيء داكشي اللي كندير في النهار. ونهار كيختلف على نهار، ولكن غادي نحاولوا اننا نشدو مقتطفات اهم حاجه كدوز في النهار، وغادي نصورها لكم ونوريها لكم حتى ان شاء الله للفطور. غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا لهذا الفيديو هذا. غادي بحال غادي تكونوا معايا في الكوزينه، فاليوم بما ان النهار كامل كيدوز في الكوزينه فغادي ندوزوا معايا للكوزينه. دابا خاصني نمشي نشوف ماما بغات تخرج تتغدى شي حاجه، فخاصنا نمشيو نتغداو وغادي نرجع وديريكت الكوزينه. بطبيعه الحال راكم معايا النهار كامل باش تشوفوا اشنو غادي ندير. صباحكم مبروك، نوضوا يلا في يومين. فاول حاجه كنبداو بها هي ان احنا كنرجعوا يعني داك التقديه ولا كذا لبلاصتها. فاللحوم كتمشي لبلاصتها، الخضر الفواكه كيمشيو لبلاصتهم، الاجوان وكذا كيمشيو لبلاصتهم. عاد باش ندخلوا ديريكت في الصحيح ونبداو في الشقه. ومن بعد مباشرة إذا كانت شي حاجة يعني كونجلي أو في الفريقو خاصها تخرج باش تخدم، يعني هي الأولى. أنا حقيقة هنا تعطلت بزاف، ماما بقات كتقول لي جبديها جبديها الأولى ما جبدتهاش، وفي الاخر رجعت عليا يعني بالله. درتها هنايا كفته شرملتها وغادي نغطيها ونخليها حتى تطلق، عاد غادي نرجع باش نشكلها. هو الروتين هو، ولكن يعني المأكولات وكذا كتختلف من نهار لنهار، يعني على حسب، ما غتبقاش دير في نفس الحاجة كل نهار. يعني هذه تقييم عادي عادي يعني ديال المغربية. من بعد كندوز نغسل الماعن اذا كاين شي حاجه تغسل. كنكون الماعن اللي غسلت دابا مزيان فيه الماعن نسيت. هاو داك الخبز كيخمر حقيقه ايوا. هادو الحيمات والبرقوق، هادو بالحق السحور. كاين الحيمات والبرقوق يتبع، البرقوق تيطيب بعدا اللحم، قولي عاد نديرو البرقوق. مازال شنو خاصني حيد من الطريق ديال اللي خاصني. هادو دابا غادي نتبلهم وغادي نجمع دغيا ونكملو مع بعض. اول حاجه غنديروها غناخدو هاد الطعمه. هاد التتبيله هادي فعلا كتجي رائعه بزاف البنات، يعني جربوها. فيها صوصوي صوص ترياكي، وفيها الثومه غبره، وفيها شويه ديال اش يقولوا له الزعتر. صافي كنشرح هاد الفخيدات، هادو بامكانكم ديروا فيها حتى الدجاج عادي، وكنيقمهم وكنديرهم في داك البلاستيك الخاص بالطهي، لانه يعني ما كتحتاجش فيه انك ترقد الوقت كبير اولا كذا. هاد البلاستيك بنات راه خاص بالطبخ، يعني ماشي بلاستيك عادي. كتجي زوينه بزاف، يعني كيجي داك الدجاج بحال معسل، كتجي غزاله غزاله بزاف. كنصحكم فعلا انكم تجربوها. هادي ديريكت تمشي للفران، يعني ما تحتاجش انك تبقى يعني حتى تخمر او تبقى ترقد نديرو لها مارينيت ولا شي حاجه. ما تبغيش ترقد ديك الميكا كدير لينا داك المفعول ديال الترقاد وكذا، بحال رقدتيها شحال. صافي دابا البرقوق هو كيطيب ولا مشمش. صافي هنا كنديرو المود ديال السرعه القصوى، يعني اللي عندها شي حاجه كتبدا دير فيها. نجت هنايا الفاخر كيف ما كتشوفوا غادي نديرو يشعل، وماما راه مخشيه جايه في القنط الاخر كضارب. وكيف ما كتشوفوا في هاد الاوقات الحرجه بدا كيصفر ليا المقراش حتى هو. خاصني ندير اتاي، فخاصك تولي مالتي تاسك، هنايا كدير شحال من حاجه وما كيبغوش يتحلوا ليا هاد الكاسرون هذا دابا معاك سميتو. يعني مابقاش تحل تحلها. ايه ايه القوة الرجالية لازمة لازمة ناري بوك
هي باقا كونجلي. هنا جبنا التأنيب ديال الأم، قلتها لك قالت لي قلت لي باقا الوقت. أنا وقت ديال كتبدا ديري في العصير كتبدا تتبادلي أطراف الحديث. صافي والما عنات اللي كيبقاو يعني باش ما يتجمعوش، لانني من ورا الفطور يعني ما كندير حتى حاجه نهائيا والو، صافي يعني كنصلي وصافي ما كنبقى ندير حتى حاجه، لا انا لا ماما صافي يعني كنجلسوا صافي جلسه وحده. هنا كندوز واحد الشفيفه خفيف هكا على الدار، ماشي على الدار غير على الكوزينه قولي صافي، اما الدار ما وصلهاش كامله يعني كندوز هكا شفيفه خفيف على الكوزينه وصافي باش يعني تبان لي انا الكوزينه هي اللي كتبان مجموعه كتبان معلكه اذا بقات بحال هكاك. صافي ومن بعد كناخذ هنايا درت اخر حاجه يعني اللي خاصني ندير لليوم، درت هاد الحشوه المعمرات اللي كيجيو فيها الشامبينيون والكفته والشعريه الصينيه ديال الاروز كتجي غزاله غزاله بزاف. ماما دارت لها يعني ديك العجينه فاش غادي نديروها وانا درت لها هاد الحشوه كتجي اكثر من رائعه فعلا بنينه بزاف. يعني هنا كيبقاو اللبسات الاخيره فعلا يعني قرب هنايا الفطور ما بقاش بزاف. صافي اخر حاجه هنا هي هاد ماما صوبات هاد البلبوله هذه اللي بغينا نشربوها على شكل سايكوك في الليل، اما درناها حقيقه ولكن ماما جات عليها. واخر حاجه كنمشيو نديروها صافي كنمشيو يعني كناخذ واحد الوقيت باش نمشيو نصليو، وانتم عارفين احنا هنا في العشر الاواخر فالصلاه والقران وكذا، اللي عنده شي ختم خاصو يختمو، اللي عنده شي حاجه خاصو يديرها. فكنجي انا وماما كنبقاو نقراو شويه كنصليو بجوج بينا يعني باش يكون واحد النوع ديال واحد التحدي انا وياها في وصلتي انت فين وصلتي باش نقراو اكثر، لان فعلا ما بقاش رمضان بزاف. هذا هو يعني الحاجه اللي كتبقى فيا ملي كنفكر يعني انا رمضان غادي يسالي. فعلا كيعجبني رمضان يعني من احسن الاوقات عندي في السنه هو رمضان، كيحمقني بزاف كيعجبني هذا الشهر. والله يتقبل منا ومنكم بطبيعه الحال صالح الاعمال. صافي تلفت انا عيط والله الا ضربتي راسي. هذه هي الطبله ديالنا ديال الفطور، طبلتنا المتواضعه يعني فعلا حاجه اللي غاليه تكال، ما كاينش شي تبذير ولا كذا، يعني حاجه فعلا اللي غاليه تكال. كنتمنى لكم فطور ان شاء الله، افطارنا دخلت صافي عيد، افطار شهي ان شاء الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وحتى نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي من حتى تما، تهلاو لي فراسكم، كنبغيكم بزاف خضراتي، باي باي.